عشان اقدر اصمم قطاع الطريق، المفروض ان انا اول حاجه هعملها ان انا هعمل ماتيريال كاركترايزيشن المواد المختلفه في الطريق بتاعي. تمام. الماتيريال كاركترايزيشن ده بيبقى لللايرز المختلفه وكذلك لطبقه الاسفلت نفسها. المره الجايه ان شاء الله هناخد تصميم الخلطه الاسفلتيه، ازاي الخلطه الاسفلتيه بتتصمم. بس النهارده هنتكلم على المواد المختلفة الداخلة في الخلطة الأسفلتية وإزاي بنعمل لها ماتيريال كاركترايزيشن في المعمل، وكذلك طبقة الأساس وطبقة التأسيس، طبقة الأساس اللي هي البيز وطبقة التأسيس اللي هي السب جريد، إزاي إحنا بنعين خواص الطبقات دي في المعمل، لأن ده هيعتمد عليه عملية التصميم نفسها بعد كده. إن أنا أقدر أحسب طبعا الأحمال، وبعدين بعد ما أحسب الأحمال أقدر أحسب السكنس بتاع اللايرز المختلفة بناء على الأحمال وخواص المواد. احنا قلنا من البداية ان فكرة التصميم الأساسية ان انا اكون عارف السترينث بتاعة الماتيريال اللي عندي، هي تقدر تستحمل لحد فين، الألاوبل ستريس بتاعها. احنا طبعا الخرسانة والحاجات دي بتجيبوا السترينث وبعدين بتحطوا له فاكتور اوف سيفتي عشان خاطر اجيب الألاوبل ستريس قد ايه، هي تقدر تستحمل لحد فين. تمام. وبعدين بحط القطاع بتاعي او بشوف يعني بحط الابعاد بتاعتي بحيث ان الماتيريال اللي عندي ايا كان نوعها يكون واقع عليها في النهايه ستريس اكشوال اقل من الالو. هي دي فكره التصميم عموما في كل الماتيريال، في الخرسانه، في الاسفلت، في الحديد، في المنشات المعدنيه، كل ده عايزه اشوف استرس اكشوال كام ويكون اقل من الاسترنس بتاعت الماتيريال بحيث ما يحصلش فيلير. تمام. احنا هنا هنبتدي الاول زي ما اتفقنا كده، انا عندي طبقات واحنا متفقين على ان الطريق سب جريد، بعديه سب بيز لو موجوده، وبعدين بيز، وبعدين اسفلت. فهنبدا باننا نعين الاول الاسترنس بتاعت السب جريد والسب بيز. ماشي. الطبقات المفككة عموما ليها طرق متماثلة في الاختبار، يعني حتى لو كانت تربة طبيعية زي السب جريد يعني اللي نقصد بها طبقة التأسيس، او لو كانت حتى طبقة بيز او سب بيز، دي كلها مواد مفككة. احنا اتفقنا ان دي unbound layers او granular layers اللي هي عبارة عن حبيبات غير متماسكة. ماشي. طريقة اختبار الحبيبات الغير متماسكة عموما زي بعض. تمام. سواء كان زي ما قلنا بيز اللي هي مانيفاكتشرد، او كانت سب جريد اللي هي التربه الطبيعيه اللي موجوده في الموقع. عندنا اربع طرق لاختبار الطبقات المفككه. طريقه اسمها كاليفورنيا بيرنج ريشيو وبنرمز لها بالرمز سي بي ار، طريقه اسمها ريزيستنس فاليو الار فاليو، وريزيليان مودلس معامل المرجوعيه، والمودلس اوف سب جريد رياكشن كي. الوقت في الكورس ده مش هيتسع ان احنا ناخد الاربع طرق، فهناخد اهم طريقتين فيهم اللي هي الكاليفورنيا بيرنج ريشيو والريزيليان مودلس. وليه الطريقتين دول مهمين؟ ان شاء الله لما نيجي مع بعض كده نشوف التشارت المونوجرام اللي احنا بنطلع منه السيكنس بتاعت اللايرز، هنلاقيه معتمد اعتماد اساسي على الريزيليان مودلس. تمام. الريزيليان مودلس هو تجربة مهمة هنشرحها بالتفصيل، بس غالية شوية، يعني سعرها مش رخيص. أوكي. وعشان كده مش شايعة بكثرة. تمام. هي بدأت في مصر الحمد لله في الفترة الأخيرة تبقى موجودة بشكل كويس، لحد من 10 سنين فاتوا ما كانتش بتتعمل خالص. الكود الجديد اللي بينطبع اليومين دول بدأت تدخل فيه حاجات معينة لازم يتقاس لها الريزيليان مودلس، لكن الأول الناس كانت بتقيس الكاليفورنيا بيرنج ريشيو لأن هي تجربة رخيصة متوفرة في معظم المعامل اللي ما كانش كل المعامل، ورخيصة نسبيا مقارنة بالريزيليان مودلس، وفي علاقات معينة بتربط الاثنين هنتكلم عنها. خلينا الأول نتكلم على الكاليفورنيا بيرنج ريشيو أو السي بي آر. أنتوا أكيد سمعتوا التعبير ده قبل كده في السويل ولا ما سمعتوهوش؟ سي بي آر. ممكن حد قاله لكم في السويل؟ ان معمل السويل عندنا فيه كذا جهاز سي بي ار، عندنا كتير وبيشتغلوا التجربه دي كتير. اوكي. المهم هي اسمها كاليفورنيا بيرنج ريشيو. اولا كاليفورنيا اسم ولايه طبعا في امريكا. اوكي.
وليه اسمها اول حاجه في اسمها كاليفورنيا؟ لان هي اول ما اتعملت اتعملت في كاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت، اللي هي دلوقتي ما عادش اسمها الاسم ده، بقت اسمها دلوقتي كالتك. واتعملت في الثلاثينات من القرن الماضي، وزي ما قلت لكم تجربه موجوده في كل المعامل. بتقيس، هي طبعا بيرنج يعني قوه احتمال، ماشي، بس هو مش بيقيس قوه الاحتمال بس، هو بيقيس ريشيو. ريشيو احنا عارفينها يعني ايه؟ يعني نسبه، تمام. فقال لك ان انا هقيس الريزيستنس بتاعه الماتيريال ليوني اكسيال بنتريشن، هيبتدي يعمل يوني اكسيال يعني في اتجاه واحد، في اكس، في اتجاه اكس الماتيريال، وهنشوف العينه دلوقتي شكلها ايه. وبيقيس بنتريشن يعني بيبتدي يعمل بنتريشن البيستون اللي موجود في القالب وماكينه التحميل، بيخترق العينه، ومقابل الاختراق ده يشوف الاحمال اللي بيتحملها العينه قد ايه. هنشوف مع بعض الكلام ده. هي زي ما قلنا ريشيو، فبيشوف المقاومه بتاعه الماتيريال للشير اللي بيحصل عن طريق البنتريشن، بس بيجيبوا نسبه لاحجار ستاندرد، احجار معروفه كانت بيختبروها في كاليفورنيا وقتها، وخلاص السترينث بتاعتها معروفه. فانت لما تقيس اي ماتيريال في الدنيا هتنسبها للسترينث بتاعه الماتيريال اللي في كاليفورنيا، فهي تبقى الريشيو اللي بنسميها سي بي ار. التجربه دي بقول زي ما قلت لكم موجوده في كل المعامل تقريبا، وممكن كمان تتعمل في الفيلد، ممكن تتعمل في الحقل. مهمه جدا، بنستخدمها في البيفمنت ديزاين. معظم معامل الجيوتكنيكال لابس ومعامل البيفمنت لابس عندهم الجهاز، بتتعمل على الانباوند لايرز. مهمه قوي الحكايه دي، تعمل على الانباوند لايرز يعني الطبقات المفككه، الطبقات غير المتماسكه، عشان بيحصل خطأ احيانا. والناس بما ان دي التجربه اللي بيقيسوا بيها السترينث، يجي مثلا على تربه مثبته. احنا اتكلمنا عن موضوع تثبيت التربه قبل كده ولا لا؟ الو، الو، انت سامعني؟ ايوه يا دكتور، مع حضرتك. طب الحمد لله، سامعني. مش بتردوا عليا ليه؟ ما اتخضيت، قلت انتوا مش سامعيني. اتكلمنا عن تثبيت التربه قبل كده ولا ما اتكلمناش عليه؟ ده سؤال اجابته بقى او لا؟ ممكن نقول لا على فكره، ولو ما اتكلمناش عليه نوضح لكم نقصد ايه. ممكن في شرح الطرق والجوانب بس، يعني ما تعمقناش فيه. احنا مش عايزين نتعمق فيه، بس انا عايز افهم ان انتوا فاهمين يعني ايه تثبيت التربه ولا لا. ما اتكلمناش عليها يا دكتور. طيب. لا ما نعرفهاش يا دكتور. طيب، ولا كلموا ولا حد كلمكم عليه في السويل ابدا قبل كده؟ تثبيت التربة أنا أعتقد إن أنا كلمتكم عنه، بس خلينا نرجع له تاني نوضحه لكم ببساطة كده. بس أنا عايزة أتأكد أنتوا لسه شايفين المحاضرة ولا المحاضرة ما عدتش قدامكم؟ لا مش موجود. طيب. زي ما قلت لكم السي بي ار بيستخدم في الانباوند لايرز او الطبقات غير المفككه، زي السب جريد لاير والسب بيز لاير والبيز لاير. وانا بكلمكم قبل كده اتفقنا في المحاضره اللي كانت على الانترودكشن بتاعت الاستراكشر ديزاين، قلنا ان احنا بنعمل الطبقات الرصف المختلفه بحيث ان هي تكون الطبقات الاقوى اعلى، يعني اقوى طبقه خالص هي طبقه الاسفلت، يليها طبقة البيز عشان أقل قوة منها، لكن ما زالت أقوى بكتير من
السب جريد والسب بيزل اللي هيبقوا موجودين تحتها، واتفقنا ان الطبقات العليا بتكون اقوى عشان هي بيوصل لها الحمل مباشرة من العجل بتاعت السيارات، ماشي، فبيوصل على مساحة تلامس صغيرة، اوكي، فبيكون الاسترس مركز وكبير، يعني قيمته عالية، تمام. فأنا ما أقدرش أعمل الكلام ده مباشرة على طبقة السب جريد، اللي هو زمان الناس أول ما اخترعوا العجلة كان خلاص هي السب جريد اللي موجودة وبيمشوا عليها وانتهينا، وكانت الأحمال قليلة، تمام. لما بدأت تزيد الأحمال مع الوقت فبدأوا يقووا الطريق عشان يستحمل الأحمال التقيلة دي، تمام. فبدأ الكلام ده يحصل إزاي؟ إن أنا عندي طبقات فوق نحطها أكثر قوة، ماشي. الطبقة اللي فوق دي اللي هي طبقة الأسفلت، اتفقنا ان دي الطبقة المتماسكة، وعشان كده حتى لما جينا نتكلم على موضوع الفاتيج قلنا ان الطبقة المتماسكة دي لما حمل العجلة التقيل ده بيأثر عليها بتحاول تبند تتقوس، ما تلاقيش امكانية انها تتقوس، فتبدأ ايه من تحت يحصل فيها تنسايل سترين اجهاد شد يخليها ممكن تبدأ تشرخ من تحت، والشرخ ده يفضل يشتغل لحد ما يسمع لفوق. لكن بقية الطبقات اللي تحتها كلهم مفككين، البيز الأساس السب بيز لو موجودة والسب جريد، كل دي طبقات مفككة. بس احنا برضو قلنا ان السب جريد دي اللي هي التربة الموجودة في الموقع ممكن في بعض الأماكن تكون ضعيفة جدا، ماشي، تكون قدرتها على التحمل وحشة، ماشي. فيبقى ساعتها أنا عايز أقوي التربة عشان تتحمل الأحمال الواقع عليها، فبعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها تثبيت التربة. أي طبقة مفككة ممكن أثبتها، حتى الأساس نفسه كمان ممكن أثبته. أثبته إزاي؟ أخليه متماسك. كلمة تثبيت يعني نخليه متماسك، يعني إيه؟ يعني نيجي على التربة مثلا نقلب عليها نسبة أسمنت، ماشي. الأسمنت ده وجد إن ليه طبعا أثر بيخلي الحاجة تتماسك، لو حطيناه في التربة بنسب مش كبيرة قوي زي اللي بنحطها في الخرسانة، ماشي، بنسب صغيرة، والتربة أصلا فيها مويشر كده كده، التربة بقى فيها نسبة مية، تمام، هيحصل تفاعل هيدرة اللي هو الهايدريشن رياكشن بتاع الأسفلت، ويبتدي التربة اللي تحت دي تبقى متماسكة. ممكن نعمل كده كمان في الأساس، ماشي، نحط على الأساس. الأساس ده مجموعة من الأحجار مع بعضها بتدرجات مختلفة، أوكي، هي في النهاية برضو طبقة مفككة. لو أنا عندي الأحمال كبيرة جدا والأساس بالسترنس العادي بتاعه مش مكفي إن هو يشيل الأحمال الموجودة دي كلها، أو مكفي لكن في الحالة دي هيطلع لنا طبقة أسفلت كبيرة، يطلع لنا أسفلت 20-30 سنتي، ماشي. أنا مش عايز كده، لأن إحنا متفقين إن من ضمن شروط التصميم بتاعنا إنه يكون تصميم اقتصادي، أوكي. فأنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أحط على الأساس برضو، هنقول أسمنت. أولا الأسمنت مش هو مادة التثبيت الوحيدة، في مواد تثبيت أخرى، وخصوصا إن الأسمنت ليه ضرر بيئي يعني. بس المهم هنفرض ان ماده التثبيت اللي احنا نعرفها هتبقى اسمنت، فهنحط على الاساس اسمنت ونقلبه معايا وقبل ما نعمل عمليه الدمج، اوكي. يبقى كده الطبقه دي ما عادش طبقه مفككه، تمام، سواء كنا بنثبت التربه او بنثبت الاساس، ماشي. بما ان بقت فيه تماسك فما بقتش مفككه، فهي ما عادش ينفع اعمل عليها اختبار السي بي ار، لان زي ما احنا شايفين كده اختبار السي بي ار بيتعمل على الطبقات المفككة، اوكي. طيب خلينا نشوف الاختبار نفسه شكله عامل ازاي. الاختبار عبارة عن لودينج بيستون. لودينج بيستون اللي هو البيستون اللي فوق ده، طبعا الكلام ده بيبقى متصل بماكينة، المفروض ده العينة بتتحط في مولد، فبيبقى شكلها اسطواني بالشكل اللي باين قدامكم ده، ويبتدي الهيد بتاع الماشين بتاعة التحميل بتبتدي تدفع اللودينج بيستون ده داخل العينة، فيحصل بينتريشن، ماشي. المساحة بتاعت اللودينج بيستون ده في حدودها 3 انش تربيع، وبتبتدي المكنة اللي هي مكنة التحميل يعني، او الجهاز بتاع التحميل يبتدي ينزل اللودينج بيستون ده بمعدل ثابت مقداره 5 من 100 انش لكل دقيقة، تمام.
ويبتدي يسجل هو كل ما تندفع اللودينج بيستون ده بيدخل في العينه يحصل بينتريشن. فهو بيتعمل له بينتريشن كده في عندنا بنقيس مقدار الحمل ونقيس مقدار البينتريشن. لكل واحد من 10 انش بينتريشن بنسجل الحمل. تمام. التوتال بينتريشن في الـ في الـ في التجربه كلها المفروض ما يزيدش عن 5 من 10 انش. ونبتدي نرسم العلاقه بين اللود والبينتريشن في صورة منحنى. تمام؟ ثانية واحدة بس عشان أنقل على السلايد اللي بعديها. طب اللي احنا شفناه سكيماتيك فيو ده شكل بقى العينات الحقيقية اهوت وشكل مكنة التحميل. دي العينات اهي ماشي. الاختبار ده بيتعمل دراي وبيتعمل سوكت. سوكت يعني العينة تتنقع ماشي، لأن طبعا احنا متفقين إن لو بنعمل التجربة لطبقات التربة مش للبيز والسب بيز، فطبقات التربة أضعف حالاتها تماما لما بتكون فيها مية فيها مويشر. تمام. فالتجربة بتعمل زي ما قلنا كده على الدراي سامبلز وعلى السوكت سامبلز، والسوكت سامبلز بتتنقع لمدة 4 أيام في المعمل. ده المولد. المولد ده بيبقى مفتوح من الاتجاهين ماشي، وابتدي يتعمل عليه بتندمك العينه فيه، او بتندمك بطريقه بروكتور على طبقات 3 طبقات، وبتتحط في المولد بتاع السي بي ار، ويبتدي اللودنج بيستون ده متركب على فريم اهو زي ما باين قدامكم، والفريم بيبتدي ينزل بمعدل ثابت لحد ما يخترق العينه. تمام. التجربه بيتحط عليها حاجه اسمها سيرتشارج ويتس، اوزان ماشي. الاوزان دي على حسب انا بعمل التجربه لانهي طبقه. يعني لو بعمل تجربه السب جريد مثلا، فالسب جريد ده هو اخر طبقه تحت بعد البيز وبعد الاسفلت. مقدار الاوزان اللي بتتحط فوق العينه بتبقى على قد هي كام طبقه هيتحط فوقيها، وزن عمود التربه فوقها قد ايه، فبنحط اوزان تماثل وزن عمود التربه اللي فوق ماشي. ببتدي ارسم العلاقه زي ما قلنا كده بين البنتريشن على المحور الافقي، وبين اللود على المحور الراسي، اللود او الاستريس يعني. فالمفروض ان يطلع عندي شكل المنحنى شكل، عارفين المنحنى اللي باللون الازرق ده، المفروض المنحنى اللي عندي يطلع بالشكل ده. ده كده الستاندرد كيرف. تمام. لو طلع لي المنحنى شبه المنحنى اللي باللون الماجنتا اللي هو لون الفوشيا ده، ده رونج كيرف. يعني ايه رونج كيرف؟ يعني حصلت مشكله في العينه واحنا بنعمل الاختبار. طيب اعمل ايه في المنحنى الرونج كيرف ده؟ بعيد التجربه خالص ماشي. طب المنحنى اللي باللون الاحمر، المنحنى الستاندرد بتاع السي بي ار المفترض ان هو زي ما قلت التقوس بتاعه يكون لاعلى كده ماشي، ويكون من البدايه للنهايه التقوس في اتجاه واحد. لو طلع لي منحنى زي اللي باللون الاحمر اللي هو فيه تقوس مقعر وبعدين تقوس محدد، المنحنى ده الحقيقه بيحتاج تصحيح. ما بعدش التجربه ولا حاجه، لكن المنحنى نفسه عشان اقدر اطلع من عليه قيم السي بي ار لازم اعمل له تصحيح. السي بي ار عباره عن، الاول قبل ما نشوف تصحيح المنحنى بيتم ازاي، نعرف السي بي ار نفسه بيتحسب ازاي من على المنحنى. لو افترضنا ان احنا عندنا المنحنى اللي باللون الازرق تاني اهو اللي هو المنحنى السليم الصحيح ماشي، فالمنحنى ده اقدر اطلع من عليه قيم السي بي ار على طول. السي بي ار بتساوي نسبه مئويه 100% في الكسر اللود او الاستريس بتاع السويل اللي عندك او العينه اللي عندك على اللود او الاستريس بتاع الستاندرد روكس ماشي. القيمه دي بتتحسب مرتين، مره مقابله لبنتريشن 1 من 10 انش، ومره مقابله لبنتريشن 2 من 10 انش، وبنشوف القيمة الأكبر في الاثنين هي اللي بناخدها ماشي. طيب لو أنا هحسب عند لود أو بنتريشن سوري البنتريشن 1 من 10 انش وبنتريشن 2 من 10 انش وهجيب نسبة، فالمفروض إن أنا أعرف قيمة السترينس بتاعة الماتيريال ستاندرد اللي احنا قلنا عليها أحجار كاليفورنيا. البنتريشن ده قيمه موجوده في الجدول.
لو انا المعده اللي عندي بتاثر بحمل فعندنا الاحمال اهي اللود في الستاندرد روكس بالباوند 3000 عند 1.1 انش و 4500 عند 2.1 انش وبالكيلو نيوتن 13.24% عند 1.1 انش و 19.96% عند 2.1 انش. لو المعده اللي عندي بتاثر بستريس واحنا بنقيس ستريس فالستريس بتاع الستاندرد روكس بالكيلو باسكال 6895 و 10342 عند 1.1 انش و 2.1 انش وبالبي اس اي 1000 و 1500. انتوا عارفين الوحدات دي مش كده؟ ولا اول مره في حياتكم تشوفوها؟ عارفينها. عارفين بي اس اي يعني ايه؟ ها يعني ايه ده اللي هو الباوند بس على الفيدباك؟ هو باوند صح ماشي بس كله بوصل على سكوير انش على الانش تربيع باوند على سكوير انش. ولو خدتوا بالكم من حاجه واحنا بنتكلم من شويه قلنا مساحه البيستون اللي بيدخل في قلب العينه اللي بيحصل بنتريشن بي في قلب العينه كانت 3 انش تربيع صح؟ مش احنا قلنا ده في سلايد من السلايدات اللي فاتوا؟ فلو خدتوا بالكم الحمل اهو فوق قصاد 1.1 انش ب 3000 باوند ماشي؟ لما نقسمه على 3 انش تربيع يطلع ب 1000 بي اس اي ماشي؟ الحمل فوق اهو عند 2.1 انش 4500 باوند لما نقسمه على 3 انش تربيع اللي هي مساحة البيستون يطلع 1500 بي اس اي ماشي كده واضحه. طيب انا بعمل ايه؟ بجيب القيمه بتاعه اللود او الستريس المقابل ل 1.1 انش و 2.1 انش واقسمها على القيم دي ماشي يطلع لي منها الأكبر طبعا في الاثنين هي اللي باخدها أحسب بيها قيمة السي بي آر. طب لو أنا عندي الكيرف محتاج لكوريكشن هعمل إيه؟ يعني الكيرف بالشكل ده الكيرف اللي بالشكل ده أنا ما ينفعش أشتغل عليه زي ما هو. ولو طلعت كده المفروض طبعا لو الكيرف سليم بخش عند 1.1 انش كده بنتريشن وأقطع المنحنى في نقطة وأمشي أفقي كده أجيب قيمة اللود قد إيه تمام عند 2.1 انش بنفس الطريقه واجيب قيمه اللود قد ايه. بس المنحنى اللي قدامنا ده انا ما ينفعش اشتغل عليه وهو كده لازم اعمل له تصحيح تمام. فاعمل له تصحيح ازاي؟ بصوا كده هنقل عارفين نقطه الصفر دي اللي هي نقطه التقاطع ما بين المحور الافقي وما بين المحور الراسي هنقلها. هنقلها ازاي؟ بصوا كده هعمل مماس هنا مش احنا قايلين المنحنى المفروض يكون تقوسه كله في اتجاه واحد فانا هعمل مماس عند نقطه الانفليشن بوينت نقطه الانقلاب مش التقوس بتاع المنحنى ده بيقلب انا هعمل مماس عند نقطه الانقلاب دي خلاص. يجي المماس اللي باللون الازرق ده يقطع لنا محور اكس في نقطه تمام. احنا طبعا المفروض الرسمين الكيرف ده بمقياس رسم وكل حاجه ماشي فيقطع المحور اكس في نقطه هنيجي نحط النقطة الصفر بتاعتنا عند النقطة دي. فهنعمل ايه؟ نعمل محور رأسي كده عند النقطة دي تبقى الصفر بتاعنا ويبقى من هنا كده هنقيس 1.1 ونعمل خط رأسي و2.1 ونعمل خط رأسي وهي دي النقط على المنحنى اللي احنا هنجيب منها قيم المقابلة بتاعة الحمل. يبقى دي 1.1 الجديدة بتاعتنا بنفس مقياس الرسم اللي احنا رسمين بيه المنحنى الرأسي وده 2.1 الجديدة بتاعتنا. وهنبتدي نجيب القيمة المقابلة 1.1 اللود كان كام والقيمة المقابلة 2.1 اللود كان كام. دي أقسمها على القيمة اللي قصادها ماشي. احنا كنا قايلين ان اللود قصاد 1.1 كان 3000 باوند ماشي.
فأقسم القيمة دي على 3000 واضرب في 100 عشان أجيب النسبة المئوية، أقسم القيمة المقابلة لاتنين من عشرة على 3000 اللي هي 400 وشوية، وأجيب 4500 وأجيب قيمة السي بي آر بتاعة الماتيريال دي. القيمة الأعلى في الاتنين، هما دايما القيمتين بيبقوا قريبين من بعض بس في واحدة أعلى من التانية، باخد العالية وأقول هي دي قيمة السي بي آر بتاعة الماتيريال اللي عندي. ماشي؟ طيب خلينا نفكر كده مع بعض. لو انا ابتديت كل ماتيريال ليها خواص غير التانية، ماشي، فاحنا عايزين نشوف الماتيريال بروبرتيز المختلفة وايه علاقتها بالسي بي ار. فاول حاجة دايما بنهتم بيها هي قيمة التأثير بتاع المويشر لما يكون في مية في الماتيريال، وكل ما نسبة المية تزيد السي بي ار هيحصل لها ايه. فلو رسمنا العلاقة ما بين السي بي ار على الرأسي وما بين المويشر كونتنت على الافقي، اكيد احنا كمهندسين وخدنا سويل قبل كده متوقعين ان كل ما تزيد نسبة المية في الماتيريال كل ما الاسترينس بتاعها يحصل له ايه؟ يقل. ماشي؟ فالعلاقة بين السي بي ار فاليو وما بين المويشر كونتنت بتبقى بالشكل اللي مرسوم في المنحنى الاحمر اللي قدامنا ده. قيمة السي بي ار لو نفس ماتيريال ليها سي بي ار عالية بالشكل ده، هو كل ما زود المويشر كونتنت بتدي السي بي ار تقل. اوكي؟ فطب احنا كناس بن بن بنعين الاسترينس بتاعت الماتيريال دي في المعمل، القيم اللي احنا هنستخدمها هتكون ايه؟ قيم المويشر اللي احنا هنستخدمها هتكون ايه؟ بيقول لك use relevant value of moisture content لما بتكون بتقيم الماتيريال في المعمل. ايه relevant value؟ اللي هي القيم المتوقع تكون موجودة في الطبيعة، يعني ايه هي موجودة الماتيريال دي في الطبيعة موجودة moisture content قد ايه. طب امال ايه السوق ده؟ اينات السوق ده اللي انا باخدها دي؟ دي باخدها عشان اشوف السويلنج بتاع الماتيريال والماتيريال هتتصرف ازاي في حالات الاغراق بالمية. ماشي؟ طيب الريزيليان مودلس اللي هو التجربة التانية بقى، والريزيليان مودلس ده ان شاء الله لما نيجي ناخد التصميم زي ما قلنا كده التشارت المونوجراف اللي هنشتغل عليه هو اصلا معمول بريزيليان مودلس. ماشي؟ كلمة resilient او resilience يعني مرجعية، وresilient modulus معامل المرجعية. يعني ايه بقى قصة المرجعية دي؟ احنا عندنا المفروض انه لما يكون في ماتيريال وبنأثر عليها، اتفقنا ان الماتيريال لما بنأثر عليها بيحصل deformation معين. الديفورميشن ده في اجزاء منه بتسترجع وفي اجزاء منه لا يتم استرجاعها. يعني الديفورميشن في جزء منه بيرمننت ما بيرجعش تاني، مش بالضروره لما نحط حمل. احنا في 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 البدايه خالص لما ابتدينا ندرس بيهيفير الماتيريال قالوا لنا في مواد الاستيك، مواد الاستيك دي لطيفه جدا، بس الحقيقه ان الموضوع ده نظري شويه. انه ايه المواد الاستيك لطيفه في ايه؟ خلاص انا بحط حمل فبيحصل ديفورميشن، لكن اول ما اشيل الحمل الديفورميشن بيرجع تاني، صح؟ مش الإلاستيك بيهيفير هو وصفه زي ما أنا أقول كده. معايا يا ولاد؟ لا حضرتك على طيب. أنا بحب أتأكد بس كل شوية أنتوا صحيين مش نايمين، فبقردوا عليا كده والنبي خلاص عشان أحس أن أنا معاك وأنتوا بتوحشوني. فالمهم الحقيقه ان البيهيفير بتاع الماتيريال ما فيش ماتيريال البيهيفير بتاعها بيور الاستيك. ماشي؟ الفكره ان الماتيريال اما بنأثر عليها بحمل بيحصل ديفورميشن، لكن في جزء من الديفورميشن ده بيسترجع وفي جزء ما بيسترجعش. لما يكون الجزء اللي بيسترجع كبير جدا بالنسبه للجزء اللي ما بيسترجعش بنقول مجازا ان ده الاستيك بيهيفير. تمام؟ احنا هنا هنشتغل على حتة المرجعية دي. احنا في الاختبار ده اول حاجة بنحاول نماثل تماما الظروف اللي موجودة في الطبيعة لعمود التربة اللي احنا او العمود من الطبقة اللي احنا هنستخدمها. ماشي؟ فبنعمل ايه؟
بنقصر مش بحمل يوني اكسيال. هناك كان يوني اكسيال يعني ايه؟ يعني في اتجاه الاكس بتاع الاسطوانة فقط، السنتر لاين بتاع الاسطوانة فقط. احنا هنا مش هنقصر كده، احنا هنقصر بحمل في اكس الاسطوانة اللي هو هنا هنسميه سيجما واحد. الاحمال طبعا بنقدر نحولها لستريسز على طول، ماشي؟ فالستريس سيجما واحد من فوق ومن تحت، ده في يوني اكسيال في اتجاه الاكس بتاع الاسطوانة اللي هي فيها العين، ماشي؟ لكن الحقيقة انه العمود بتاع التربة او عمود اللاير اللي بنختبرها ما هواش بيتم التحميل عليه رأسيا فقط، هو بيتم التحميل عليه رأسيا من الاحمال اللي جاية من العجل ومن الاحمال اللي جاية من طبقات التربة فوق وكل حاجة، بس في confinement lateral confinement. يعني لو خدنا عمود من التربة في حواليه محاصر من كل الاتجاهات، فمحاصر من كل الاتجاهات ده يعني في ستريس او بنسميه confining ستريس اللي هو في اتجاه سيجما 2 وسيجما 3 اللي هما هنا عشان احنا بنتكلم على عمود تربة، فهو سيجما 2 بيساوي سيجما 3 اصلا، اوكي؟ ففي ستريس confining ستريس بيحاصر الماتيريال من كل الاتجاهات اللي هي في الاتجاه الافقي يعني، وفي حمل رأسي جاي من فوق، ماشي؟ فاحنا هنعمل كده، احنا واحنا بنقيس السترينث بتاعه الماتيريال في الريزيليان مودولس هنعمل كده، هنحاكي اللي بيحصل في التربه بالظبط، ماشي؟ فهنقيس الستيفنس بتاعه الماتيريال تحت بقى ايه، هنا الحمل هناك كان بنتريشن وحمل وبس، انما هنا لا، احنا هنحمل وبعدين هنرفع الحمل، ما هو ده اللي بيحصل في الطرق، هنحمل وبعدين هنرفع الحمل وبعدين هنحمل وبعدين هنرفع الحمل وبعدين هنحمل وبعدين هنرفع الحمل، هنماثل التأثير الديناميكي للأحمال المرورية، ماشي؟ فيبقى عندنا بقى كده إيه، وكل مرة طبعاً أنا عندي دورات تحميل مختلفة وراء بعضها، وكل مرة في جزء من الحمل، في جزء من السترين بيسترجع وجزء ما بيسترجعش، ماشي؟ فيبقى في النهاية الريزيليان مودولس معادلته بتقول إن أنا هجيب الديفياتور ستريس، ديفياتور ستريس اللي هو بيساوي إيه؟ سيجما واحد ناقص سيجما تلاتة، احنا متفقين سيجما اتنين وسيجما تلاتة كلهم قد بعض. الديفياتور ستريس ده اللي هو النت ستريس اللي بيجي موجود على العينة، احنا عندنا سيجما واحد من فوق اللي هي الحمل الرأسي، وعندنا السيجما تلاتة اللي هي الكونفايننج ستريس حوالين العينة، فهطرحهم الاتنين من بعض عشان كده بنسميه ديفياتور ستريس. ديفياشن يعني انحرف عن او زاد عن، فقيمة الفرق بين الاثنين بنسميه ديفياتور ستريس على قيمة الريكافرابل سترين، وده طبعا بيتقاس بمعدات غاية في الدقة بتتحط على العينة. وظيفة الاختبار ده ان هو بيحدد لي اللود كارين كاباستي بتاعت الماتيريال اللي عندنا. الاختبار ده مش في فرق بينه وبين الاختبار اللي فات، الاختبار اللي فات قلنا بيتعمل فقط على الطبقات المفككة، ما ينفعش يتعمل على اي طبقة متماسكة، يعني لو جينا على البيز وحطينا لها تثبيت ما ينفعش تعمل عليها سي بي ار، لو جينا على التربة وعملنا لها تثبيت بقت متماسكة ما ينفعش نعمل عليها سي بي ار. الاختبار ده بيتعمل على الطبقات المتماسكة والطبقات الغير متماسكة الحقيقة، حتى احنا بنعمله كمان على الأسفلت، يعني نقدر نعمل resilient modulus للأسفلت ونقيسه في المعمل، ونعمله طبعا كمان برضو على الطبقات المفككة. بيستخدم repeated load triaxial test، نقصد triaxial ان التحميل بيكون من كل الاتجاهات، من ثلاث اتجاهات، اتجاه بنسميه واحد واثنين وثلاثة، ماشي؟ معظم الطرق الحديثة في التصميم الاختبار ده مهم جدا بالنسبة لها، وعشان كده زي ما قلت لكم الكود المصري بدأ يشترط ان يتعمل اختبار MR لبعض الحالات، في حالات معينة كده في التصميم لازم يتعمل لها resilient modulus، ما كانش موجود في الكود القديم. الكود القديم كان هو موجود كقيم بس ما كانش بالضرورة تعمل الاختبار، وزي ما قلنا في كوريليشنز بتربط ما بين السي بي ار الريزيليان مودلس، فكانوا بيكتفوا بالكوريليشنز اللي هي فيها تقريب شويه، لكن
دلوقتي في حالات معينة بينطلب فيها لازم يتعمل CPR. CPR المعدة بتاعته ليها أشكال مختلفة. دي ده Tri-Axial Test Equipment. بيبقى عندي العينة. العينة بتتحط جوه Environmental Chamber. الانفيرمنتال تشامبر دي اقدر اغير جواها ضغط الهواء ودرجات الحراره. هنا التراي اكسيال تيست البسيط ده بقدر اغير فيه الضغط حوالين العينه فقط من غير ما اغير درجات الحراره. لكن المعده اللي بتستخدم للاسفلت وللطبقات التربه مختلفه شويه. فيها انفيرمنتال تشامبر اوضه صغيره. كلمه تشامبر يعني غرفه. اوضه صغيره كده بتبقى مقفولة وتقدر تغير فيها درجات الحرارة وتقدر تغير فيها ضغط الهواء. تمام. دي التشامبر اهي. العينة بيتحط عليها حاجة اسمها LVDT اللي هي بيتقاس بيها قيم السترين على سطح العينة. حاجات دقيقة وصغيرة كده. طبعا الحمل من التستنج ماشين نفسها بتقدر تقيس قيمة الحمل قد ايه مع التغير في الديفورميشن بتاع العين. احنا قلنا ان احنا بنحمل وبعدين نرفع الحمل وبعدين نحمل وبعدين نرفع الحمل وهكذا. فخلينا نشوف كده مع الوقت يعني نشوف مثال على واندوت لودينج سايكل واحدة اللي هي بتتكرر بعد كده. فأنا لو قلت إن ده شكل الاسترس مع الوقت يعني لو قلنا إن وقت التحميل مثلا في اللودينج سايكل الواحدة ثانية أو ثانية ونص ماشي. فأنا بحمل وبعدين أنزل الحمل وبعدين في فترة ريست. تمام. يبقى في لودينج وأنلودينج دي راحة بين دورة التحميل ودورة التحميل اللي بعدها. لو ده شكل الاسترس طبعا التحميل وبعدين رفع الحمل معناها ان الاسترس بيوصل لاعلى قيمه ليه وبعدين يرجع ينزل تاني لقيمه الصفر ماشي. الاسترين بقى المقابل يعني نفس دوره التحميل اللي هي انا رسمت كده الاسترس فيرسس تايم يعني المحور الراسي استرس والمحور الافقي زمن التحميل ماشي. هرسم نفس القصه دي بس بدل ما ارسم على المحور الراسي الاسترس هنرسم الاسترين اللي حاصل في العينه واللي بنقدر نقيسه عن طريق الLVDT. الاسترين بيوصل لقيمه معينه لكن الحقيقه احنا اتفقنا قبل كده ان الماده سلوكها مش الاستيك فالاسترين مش بالضروره يرجع للصفر. فالاسترين لما هيرجع لقيمه معينه. القيمه اللي ما رجعتش دي اسمها الابسلون بلاستيك اللي هي القيمه البلاستيك ديفورميشن اللي في الاخر يعني هنحولها لبلاستيك ديفورميشن. والقيمه اللي استرجعت دي اسمها الابسلون ريزيليانت يعني هي الابسلون بالعربي يعني ايه؟ حد فكرني كده. انا لسه قايلها حالا من شويه بس نسيت. الانفعال نص. ايوه شكرا 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 جزيلا دور عليها. الابسلون اللي هو الانفعال ماشي اللي هو قيمه الديفورميشن على بعد من ابعاد العينه. تمام. فالابسلون ريكفربل او الانفعال المسترجع دون هو القيمه اللي انا المفروض باخدها عشان احل بيها المعادله اللي بجيب فيها قيمه الريزيليان مودلز. طب بس الكلام ده لدوره تحميل واحده. هو انا لما بعمل دوره تحميل انا ما بعملش دوره تحميل واحده. احنا قلنا ان الاحمال عندنا في حاله الطرق احمال متكرره وبتوصل للملايين. مش احنا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت. فانا بعمل ايه؟ انا ما بعملش دوره تحميل واحده. انا بعمل عدد من دورات تحميل. التجربه الحقيقه بيبقى فيها كذا سيكونس وكل سيكونس مثلا في كذا دوره تحميل وكذا سيكونس بكونفايننج بريشرز مختلفه ماشي. فمثلا طبعا المواصفات بتختلف من مكان لمكان. فمثلا في الاشتو هم تقريبا 15 سيكونس. كل سيكونس فيه 100 لودينج سايكل ماشي. شكل التحميل نفسه اللي بيأثر على العينه هافر ساين
هافر ساين يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين الدالة بتاعت الساين دالة تجيب الزاوية؟ ايوه. حد فاكر دالة تجيب الزاوية شكلها لما بتيجي ترسمها شكلها عامل ازاي؟ موجات تقريبا، هي موجات. الموجات بصوا كده لما نرسم محور افقي فهي واحد. موجات، موجة كده بتطلع لفوق وبعدين تنزل للصفر وبعدين تنزل لتحت، صح؟ اه. وبعدين ترجع للصفر. والمؤشر بيتحرك؟ ايه؟ والمؤشر بيتحرك؟ لا ما بحركوش، هو ممكن يكون هو بيتحرك لوحده. ماشي؟ الساين ويف ماشي بتبقى شكلها لما نيجي نرسمها رياضيا نمثلها رياضيا تبقى عبارة عن ان انا برسم موجة لفوق وبعدين نوصل للصفر وبعدين ننزل لتحت تاني، صح؟ ننزل لتحت طبعا ونرجع للصفر تاني، فشكلها الجزء اللي فوق شكل الجزء اللي تحت بس الاتجاه كده مختلف. التحميل هنا بيكون شكله هافر ساين. هافر يعني هاف اللي هي نص دالة الساين، الجزء اللي فوق بس. انا بحمل حتى شكل السترين قدامكم اهو، لو شايفينه شكل الجزء ده اهو شبه دالة الساين بس نصها بس، ما بنزلش لتحت وبعدين ارجع للصفر وامشي على طول. اوكي، ده الاسترس مش الاسترين. الاسترس انا ما قلتش استرين، ما احنا بنقول شكل التحميل. التحميل بيبقى بسترس. اوكي تمام. خلاص، فده بيبقى شكل التحميل كده هافر ساين في المواصفات بتاعت الاشتو. في المواصفات الاستراليه مثلا التحميل على شكل ريكتانجلر يعني ايه؟ يعني بيطلع بالحمل مره واحده ويسيبه ثابت وبعدين ينزل بيه. انت فاهمين اقصد ايه؟ اقصد التحميل بتاع الماكينه نفسه. ماشي. مبرمجه ومتصله بكمبيوتر، فانت تقدر تتحكم في شكل التحميل. انت عايز تحمل ازاي؟ يعني عايز الحمل يكون تدريجي كده، سوري معلش، عايز الحمل يكون تدريجي كده زي ما احنا عاملين هنا ماشي، وبعدين برضو يقل تدريجي خلاص، ولا عايز اعمله في شكل ريكتانجلر. ريكتانجلر يعني ايه؟ يعني يطلع الحمل مره واحده كده من صفر الرقم وبعدين يمشي ثابت وبعدين ينزل مره واحده. طريقه التحميل بتختلف من مواصفه لمواصفه، مش مطلوب منك تعرف ده قوي. تمام، طريقه التحميل على حسب المواصفه ماشي، عدد السيكونسز بتاعت التحميل وعدد دورات الحمل بتختلف من مواصفه لمواصفه. دوره التحميل الواحده نفسها، مده التحميل ومده رفع الحمل، اللودنج تايم والانلودنج تايم والدويل تايم وقت الراحه بيختلف من مواصفه لمواصفه ماشي. فلما اجي اعمل التجربه في المعمل لازم ابقى عارف انا بعملها على حسب انهي مواصفه، والمواصفه دي هي اللي متفقه مع الكود بتاعي ولا لا. ماشي. طيب مش عايزين ندخلك في قصه المواصفه دي قوي، انا عايزينك بس تفهم ان احنا بنحمل في اللودنج سايكل الواحده بالشكل ده وبعدين نرفع الحمل فبينتج عندنا شكل سترين بالشكل اللي قدامنا ده، جزء بلاستيك بيرمننت بيتحول لبيرمننت ديفورميشن يعني او بيترجم بصوره بيرمننت ديفورميشن، وجزء ريكفربل اللي هو الابسلون ار. طبعا الكلام ده اما باجي بقى بعد كده احمل تاني فهنا السترين ما بيبداش من صفر زي ما بدا من هنا، ده بيبدا من القيمه اللي حصلت عندي هنا. تمام. السلايد اللي بعديها للاسف كان فيها انيميشن بس ما عادش بيشتغل على نسخه المايكروسوفت اللي احنا واخدينها من الجامعه. هي هنا كان في انيميشن بيديك العينه دي وهي الحمل بقى من فوق ومن تحت بيتحمل وبعدين يرفع التحميل وبعدين بيحمل وبعدين يرفع التحميل، وكان بيديك شكل اللود كل مره يرجع للصفر كل مره يرجع للصفر كل مره يرجع للصفر، اما الديفورميشن ما بيرجعش للصفر، يعلى كده وبعدين ينزل لحد قيمة وبعدين يعلى كده وبعدين ينزل لحد قيمة وبعدين لحد قيمة. انت ممكن ترسم نقط كده على القيم دي تقوم تطيب قيمة الابسلون ار النهائية اللي هي قيمة الديفورميشن اللي عندك قد ايه على الطول المقابل للديفورميشن ده، فيبقى دلتا ال على ال عشان نجيب قيمة الانفعال اللي احنا عايزين نحطه في المعادلة اللي احنا بنحسب منها قيمة الريزيليان مودلس. الريزيليان مودلس في الآخر أنا أقدر لو بقيم البيهيفير عندنا مواد خشنة وعندنا مواد ناعمة. لو أنا عندي تربة خشنة كورس جريند سويل بتوقع البيهيفير بتاعها يكون إزاي مع زيادة
الاسترس. فلو رسمت العلاقة كده ما بين الثيتا، ثيتا هنا بنقصد بيها البالك ستريس. بالك ستريس يعني ايه؟ اجمع سيجما واحد زائد سيجما اتنين زائد سيجما تلاتة، ماشي؟ فلو رسمت العلاقة ما بين ثيتا وما بين قيمة الريزيليان مودلس هتطلع بالشكل ده، ماشي؟ هي طبعا العلاقة اصلها علاقة مش خطية ما بين ام ار وما بين ثيتا اللي هي مجموع الستريسز او بنسميها البالك ستريس. لكن عشان نحولها لعلاقة خطية فهنرسم العلاقة ما بين لوج ام ار ولوج ثيتا، ماشي؟ فالعلاقة تطلع لنا بالشكل ده، ام ار بتساوي كي 1 ثيتا اس كي 2، ماشي؟ الكي 1 والكي 2 دول بنسميهم الماتيريال كونستانتس. لو انا عينت الكي 1 والكي 2 بتوع الماتيريال دي يبقى انا عرفت قيمة الريزيليان مودلز بتاعتها، حتى لو غيرت قيمة البالك ستريس، حتى لو غيرت قيمة الستريسز اللي بتأثر عليه. بالنسبة بقى للكورس جريند سويل، أنا بتوقع أن كل ما نزود الستريس كل ما قيمة الريزيليان مودلس تزيد. بنسميها هنا استريس ستيفنينج. يعني إيه استريس ستيفنينج؟ يعني الماتيريال دي كل ما تزود عليها الستريس كل ما تجمد، ما تبقى أقوى، ماشي؟ بينما عشان كده نلاقي القيم بتاعت كي 1 وكي 2 أكبر من الصفر. الخط ميله صاعد لأعلى، قيمة الام ار بتزيد كل ما قيمة الثيتا بتزيد. لكن لو جينا نبص للكلام ده للماتيريال الناعمة الفاين جريند سويلز هنلاقيه لا، مش ستريس ستيفنينج، ستريس سوفتنينج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاول بس خلينا في الام ار وهنشوف يعني ايه تاو اوكتاهيدرال دلوقتي. ده المحور الرأسي بيعبر عن قيمة الريزيليان مودلس، والمحور الأفقي بيعبر عن الاسترس، ماشي؟ نلاقي كل ما الاسترس يزيد يبتدي الام ار تقل. طب هو ايه الاسترس هنا اللي بيأثر عندنا او اللي ممكن يكون بيخلي المواد الناعمة او التربة الناعمة تضعف مع زيادة الاسترس؟ الشير اللي بيحصل ما بين الحبيبات المختلفة. فقال لك ان الام ار بتساوي كي 3 تاو اوكتاهيدرال مضروبة مرفوعة الاس كي 4. التاو اوكتاهيدرال دي عبارة عن جذر التربيعي لسيجما 1 ناقص سيجما 2 الكل التربيع زائد سيجما 2 ناقص سيجما 3 الكل التربيع زائد سيجما 3 ناقص سيجما 1 الكل تربيع. وكل ده تحت الجذر مقسوم على 3. ده بيعبر عن الشير بتاع اللي بيحصل بين الحبيبات وبعضها. والام ار زي ما قلنا بتقل كل ما زاد الاسترس في حاله الفاين جريند سويل. طب لو انا عايز اطلع يونيفرسال موديل ريزيليان مودلس عشان نحسب منه ريزيليان مودلس، فشكل اليونيفرسال موديل بيبقى عامل ازاي؟ المعادله بتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. هي المعادله دي هي عباره عن المعادلتين اللي فاتوا، بس لما جينا ندخلهم مع بعض بقى في شويه ثوابت بتتحط فيهم. المعادله هنا هي معادله يونيفرسال. يعني ايه يونيفرسال؟ يعني المعادله دي valid لاي ماتيريال. كانت الماتيريال ماده خشنه المعادله مظبوطه، كان الماتيريال ماده ناعمه المعادله مظبوطه، كانت الماتيريال خليط من الناعم ومن الخشن فالمعادله برضو ما زالت valid، ماشي؟ المعادلة بتقول إن الريزيليان مودلس بتساوي K1 في BA، هنا نقصد بيها الضغط الجوي الـ Air Pressure، مضروب في الثيتا على BA أس K2، مضروب في تاو أوكتاهيدرال على BA زائد واحد الكل أس. المعادلة كده مقسومة لجزئين، جزء خاص بالـ Confining Stress وجزء خاص بالـ Deviatoric Stress اللي هو الشير يعني استرس. ونخلي بالنا كده فيها ستيفنينج تيرم اللي هو كي 2 اكبر من الصفر، بتزيد قيمه الريزيليان مودولس مع زياده الاسترس، وفيها جزء سوفتنينج بيقلل قيمه الريزيليان مودولس مع زياده الاسترس. طيب الماتيريال النهائيه
قيمة الريزيلين مودلز بتاعتها هتزيد ولا هتقل مع الاسترس، ده بيتحدد على حسب نسبة الخشن أو الناعم فيها قد إيه. لحد كده الدنيا سهلة مش صعبة؟ المعادلة دي حفظة يا دكتور؟ المعادلة مش حفظة لا خالص، بس يعني لو قلت لك بشكل منطقي من غير ما تحفظ معادلة الماتيريال، تأثير الماتيريال على التأثير، سوري الاسترس على الماتيريال، تعرف انت بالسنس كده تقول لي الـ MR هتزيد الاسترنس ولا هتقل مع زيادة الاسترس؟ شايف الرسمة اللي قدامك دي؟ ايوه شايف. فاهمها ولا لا؟ انا فاهم دي بس انا لسه جاي ادوب على الرسمة دي، يعني المفروض ان هو حضرتك قلت ان هو هيقل مع الاسترس على حسب الماتيريال، ما هو هنا بيزيد مع الاسترس صح؟ هنا بيزيد تمام، بس ما فهمتش الفرق بصراحة لان انا لسه جاي. طيب يعني انا عايزة اسأل سؤال، هو انا ليه ذنب في ان انت جاي متأخر؟ لا ما انا بقى عشان بس حضرتك ما يعني ما هتطولي معايا في الاسئله فانا مش هعرف اجاوب، لكن دي انا حظي ان انا اتسالت في سؤال لسه جاي عليه دلوقتي يعني. ايوه انت بتسال وانا برد على سؤالك. تمام ماشي. الناس اللي قاعده معايا من الاول، الناس اللي قاعده معايا من الاول، معلش حد فيكم بعد اذنكم يرد عليا. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا الامور مختلطه؟ ان شاء الله لو الامور مختلطه وضحها. انا متلخبط شويه بس هسال في حاجه بس. اتفضل. اللي متلخبط ده دكتور الدفعه. انا لما اسمع المحاضره دي هعمل ايه بقى؟ هو الاول على الدفعه متلخبط، مش من حقه يتلخبط زينا، ومن حقه يفهم لو اي حاجه مش واضحه. مش يمكن الامور صعبه شويه والسؤال اللي هو يقوله يوضح الامور ليكم وليه؟ ايوه. انا اقصد انا بقى هعمل ايه لما اسمع المحاضره الجزء اللي فاتني دوت؟ هو كده بشرني يعني. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، سواء من اول الاول على الدفعه لحد الاخير على الدفعه، الكورس ده والله مش صعب ولا حاجه. هو بس يعني انا لو ركزت كده هفهم الدنيا عامله ازاي، والحقيقه بالعكس يعني ايه يعني، انت لو ركزت معانا هتلاقي الموضوع انترستنج. انا شايفاه انترستنج، مع ان انا وانا ادكوا بامانه وده حصل، وانا ادكوا انا ما كنتش شايفه الطرق دي انترستنج خالص. وكان حظنا واحنا صغيرين كان بيجي لنا اساتذه من جامعه القاهره منتدبين، بس هم للاسف كانوا بيبقوا مشغولين قوي قوي لدرجه يعني انه حتى مش بيبقوا فاضيين يردوا على الاسئله بتاعتنا. فكانت الدنيا بالنسبه لي ان ايه، حل المسائل بالشكل الفلاني، مش عارف التصميم بالشكل الفلاني، وانا ما كنتش فاهمه يعني ايه تصميم اصلا. اوكي جبت امتياز، اللي هو ايه، انت في المرحله اللي انت فيها دلوقتي كل اللي بيبقى همك الدرجه فقط ماشي. وانا مش ممانعه زي ما قلت قبل كده وسبق قلت الكلام ده في المحاضرات، انا مش ممانعه ان الدرجات تكون هم اساسي بالنسبه لك، لان ده مقاييس النجاح، المؤشرات ماشي، دي الميجرز. لكن جنب الحكاية دي مهم جدا زيها إن ما كانش أهم منها إن أنت تفهم ماشي. فعشان كده مسموح إن أنت تسأل، واللي مش واضح نوضحه. ممكن البشمهندس اللي كان بيسأل أول الدفعة اللي محدش عايزه يديله فرصة، أنا بديك فرصة لو سمحت تسأل السؤال بتاعك. يا دكتور وأنا كنت بس عايز أسأل يعني إيه معنى إن معامل المرجعية بيزيد مع الإجهاد ويقل مع الإجهاد؟ يعني معناها إيه بالنسبة للطب؟ جميل، ده سؤال حلو قوي، ممكن ايه يعني يخلينا نفهم اكتر. بص كده، في النهايه الاجهاد هو بيعبر عن الكونفايننج بريشر. مش احنا واحنا بنتكلم مثلا سايف، لما كنا بنتكلم في الجيومتريك ديزاين وكنا بنتكلم على الشولدر، كنا بنقول ان هو بيزيد من الساعه الانشائيه للطريق وبس، وحاولنا نوضحها وقتها قلنا ان هو بيدي كونفايننج، بيحزم الطريق ماشي. فلما بيحزم الطريق كده بيزود الساعة الإنشائية بتاعه. كلمة زيادة الساعة الإنشائية معناها إنه يقدر يشيل أحمال أكتر، إن السترينث بتاعته بتزيد. طب ما هي الماتيريال هي ما تغيرتش، إيه اللي فرق؟ اللي فرق إن في إيه؟ تحزيم. تمام؟ التحزيم ده بيبقى قوي جدا في حالة المواد الخشنة. يعني إيه في حالة المواد الخشنة؟ عندي مادة خشنة وأنا ببتدي أحاوط الحبيبات بتاعت التربة إن هي ما تهربش ماشي. فكل محاوط الحبيبات دي خلاص، طبعا المحاوطه دي نقصد بيها الاسترس، الكونفايننج ستريس، احاوط اكتر يعني بزود التحزيم، بزود الاسترس ماشي. وهو ده اللي بيتعمل في التجربه، هو بيزود الضغط من الجناب يقوم يزود التحزيم على الماتيريال، فيلاقي ان هي بتقدر تتحمل اكتر
ماشي. في حالة التربة الضعيفة ده طبعا فاليد تماما في حالة التربة الخشنة ماشي. في حالة التربة الناعمة المشكلة بقى ان اوكي انا بحزم لكن الحبيبات نفسها بيحصل لها هي حبيبات ناعمة جدا جدا تمام في حالة الفاين. طبعا الرسمة اللي قدامي دي بتعبر عن الكلام اللي انا قلته بالنسبة للتربة الخشنة، ان اهو كل ما قيمة الستة بتزيد ماشي كل ما قيمة الريزيليان مودلس ايه بتاعه تمام. الكلام ده للأسف مش بالد في حالة التربة الـ الناعمة. التربة الناعمة جدا الفيري فاين ماتيريال ماشي انا بحزم وكل حاجة، بس وانا بحزم الحبيبات كل حبيبة واللي جنبها بيحصل بينهم شير ماشي. فكل ما حزم اكتر لكن التربة فيري فاين فيري فاين كل التربة الناعمة جدا دي بتبقى تربة ضعيفة بالتبعية للسبب اللي انا بقوله دلوقتي. كل ما حزمها اكتر يحصل شير بين الحبيبات وبعضها فيحصل انزلاق ما بينها وما بين بعضها. تقوم اجي اقيس الريزيليان مودولس للتربة دي الاقيه بيقل. فهنا التهزيم ما فادنيش قوي، هو فادني في حالة الحبيبات الخشنة، لأن الحبيبات الخشنة دي بيحصل بينها انترلوكينج وبين بعضها تحمل على بعضها فتتحمل أكتر. لكن في حالة الحبيبات الفيري فاين لا، دي بيحصل العكس إن هي تنزلق من على بعضها، ما هياش قوية بحيث إن هي تسند على بعضها فيحصل عندي العكس. وبدل ما المفروض ريزيليان مودلس يزيد أو قوة التحمل يعني تزيد مع زيادة الكونفايننج بريشر لا بتقل. هل هي كده بقت اوضح ولا لسه الدنيا صعبة؟ تمام كده دكتور فهمتها. بس هو انا ليه استعملت رمز تاني او حسبة تانية علشان احسب فيها البلك ستريس في جزء الفاين؟ قصدك ليه هنا خليني ارجع. ليه هنا اتكلمنا عن العلاقة ما بين الثيتا وما بين الام ار، وهناك اتكلمنا عن العلاقة ما بين التاو اوكتا هيدرال والام ار، صح؟ مش ده السؤال؟ تمام. هو بالضبط نفس السبب. هنا الثيتا اللي هي مجموع الستريسز في جميع الاتجاهات اللي هي سيجما 1 زائد سيجما 2 زائد سيجما 3، لان ده مرتبط بالسلوك بتاع الماتيريال نفسه. احنا قلنا لما يكون عندي تربة خشنة يعني حبيبات كبيرة وانا ابتديت احزمها فبتبتدي الحبيبات دي قوية بما ان هي كبيرة، كل حبيبة تانية بيحصل بينهم انترلوكينج او بيسن العلاقة ما بين الفندم. الصوت بيقطع، صوتي انا بيقطع. ايوه تمام معلش يا دكتور اخر حكوزية تاني لان هي اخر دقيقه كده الصوت قطع فيه. طيب معلش ممكن يكون الانترنت فهقول تاني. خلاص زي ما قلنا كده في الحبيبات عندي الحبيبات دي كبيره نسبيا فليها قوه تحمل معينه، فانا لما بسندهم على بعض لما لما بحزمهم من الجناب وبيبتدوا يسندوا على بعض بيحصل انترلوكينج فقوه التحمل ماشي. فهنا العلاقة هي في مجموع الستريسز كلها، الحمل اللي جاي من فوق مع قوة التحزيم الكونفايننج بريشر اللي جاية. طبعا الحمل اللي جاي من فوق اللي هو ممثل في صورة سيجما 1 وقوة التحزيم اللي جاية من الجناب اللي هي في صورة سيجما 2 وسيجما 3. في حالة التربة الناعمة لا، انا مش كده، انا مش البيهافير نفسه بتاع الماتيريال بيختلف. البيهيفير بتاع الماتيريال بيختلف ليه؟ لان هنا اللي بيسبب الفيلير او بيسبب ان السترينس يقل هو الشير، والشير كاتجاهات احمال مختلف عن الكونفايننج بريشر. هو بيجي برضو من الكونفايننج بريشر بس من الفروق في القوه بدل ما مجموع القوه. عشان كده هنا استخدمنا العلاقه مع التاو اوكتا هيدرال اللي هو الفرق بين الاسترس في الاتجاهات المختلفه وهناك مجموع الاسترسز في الاتجاهات المختلفة. برضو الباشمهندس اللي بيسأل هل أنا كده جاوبت السؤال ولا لسه الدنيا مش واضحة؟ لا كده بقت واضحة دكتور. تمام. بصوا يا شباب، في كل المواد اللي احنا خدناها موضوع الماتيريال بيهيفير ده حاجة مهمة جدا ماشي.
الماتيريال بيهيفير ساعات يبان لنا ان هو حاجه صعبه شويه ومش مفهومه، لكن هو الحقيقه حاجه سهله ومفهومه لو تدرجنا فيه وكده وفهمناه بالراحه وحاولنا نفكر الماتيريال بيهيف ازاي كحبيبات موجوده مع بعضها في مكان واحد، او ك لما تبقى بعد كده خلطه مثلا ازاي بتبيهيف. لو بنتكلم على ماتيريال مش مكونه من حبيبات زي التربه او الطبقات المختلفه، لو بنتكلم على اسفلت فبيبيهيف ازاي. انا لو فهمت قصه الماتيريال بيهيفير دي واتبسطت لنا، يعني انا بحاول نبسطها لكم قدر الامكان، هتلاقوا الدنيا سهله خالص ومش صعبه نهائيا. ماشي. طيب لو انا عايز اعبر عن السلوك ده يونيفرسالي، يونيفرس كلمه يونيفرسال يعني موديل فاليد لاي حاجه، فبنعبر بصوره الموديل ده، واللي احنا قلنا مش مطلوب منك تحفظه ولا حاجه، مش مطلوب منك تحفظ المعادله ولا حاجه. المعادله مقسومه لجزئين، جزء بيعبر عن الكورس ماتيريال وجزء بيعبر عن الفاين ماتيريال وسلوكهم مع بعض. لو انا لكل ماتيريال عرفت الكي 1 والكي 2 والكي 3 يبقى انا عرفت خلاص ان انا احددها تحديدا تام. ماشي. حاجة تانية كمان عايزين نتكلم عليها، دي نفس اللي قلناه في الكام سلايد اللي فاتوا، بس متجمع مع بعضه، بنقارن ما بين سلوك الفاين ماتيريال وما بين سلوك الكورس ماتيريال. وزي ما احنا شايفين الكورس ماتيريال كل ما زودت الاسترس كل ما زادت قيمة الام ار، والفاين ماتيريال كل ما زودت الاسترس كل ما قلت قيمة الام ار. طيب لو انا بقى احنا واحنا بنتكلم على السي بي ار قلنا انا عايز اعرف خواص الماتيريال المختلفه وتاثيرها على قيمه الاسترنس بتاعه الماتيريال. في السلايد اللي فاتت كنا بنناقش مع بعض تاثير حجم الحبيبات على سلوك الماتيريال. هنا عايزين نناقش حاجتين تانيين. الحاجه الاولانيه المويشر، الطريق بطبقاته المختلفه هو عرضه للمطر، وبالتالي انا لازم افهم دايما تاثير المويشر ايه، لان المويشر بتسبب لي حاجه اسمها مويشر دامج، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا كناس ديزاينرز للطرق ان احنا نعرف نعينها ازاي او نعرف المويشر هيكون تاثيرها ايه. فلو برضو بدون معادلات، عشان انا عارفه ان قصه المعادلات بتضايقكم شويه، لو انا رسمت العلاقه ما بين اللوج ام ار وما بين قيمه التشبع، الاس هي التشبع بتاعت الماتيريال، فهلاقي انه كل ما زاد تشبع الماتيريال بالمية كل ما قيمة الام ار قلت، وده شيء برضو سلوك انا بتوقعه، سلوك منطقي بالنسبة لمعلوماتي الهندسية اللي انا عرفتها طول عمري، ان وجود المية بيخلي الماتيريال اضعف. طب العلاقة ما بين الدنسيتي وبرضو بدون معادلات جاما دراي وما بين الام ار، بتوقع كل ما الماتيريال كانت ويل كومباكتد وكانت الدنسيتي بتاعتها اعلى. ماشي. فانا بتوقع ان الريزيليان مودلس او قدرتها على التحمل تكون ايه، اكبر. فالعلاقه ما بين جاما دراي وما بين لوج ام ار بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نلاقي دايما الخط طالع لفوق، يعني قيمه الام ار بتزيد مع زياده الجاما دراي. نتكلم شويه على بقى ايه السي بي ار والام ار، بيستخدموا لتعيين السترينث بتاعه الماتيريال اللي عندنا، مينلي السب جريد والانباوند لايرز. ماشي. طبعا نقدر للخلطه الاسفلتيه نفسها نعمل ريزيليان مودلس، وفي تجربه تانية اسمها دايناميك مودلس بس احنا مش هناخدها لانها صعبه عليكم شويه، ولان هي برده ما بتتعملش في مصر ومش داخله في قصدي ما بتتعملش في مصر، هو هنا حاليا في مصر في اجهزه وبتعمل دايناميك مودلز، بس بنستخدمها في مصر حاليا ما زلنا لاغراض بحثيه، مش لاغراض تصميم، يعني هي موجوده وبتتعمل، فمش هنتكلم فيها قوي لان زي ما قلنا ما زلنا في مصر بنستخدم الدايناميك مودلز اللي بنعين بيه الاسترنس بتاعه الخلطه الاسفلتيه، بنستخدمه لأغراض بحثية مش لأغراض التصميم. يعني ما فيش مقاول في مصر في المواصفات مثلا بيطلب منه يعمل دايناميك مودلز، فاحنا هنكتفي بالجزء ده في موضوع الاسترنس بتاعت الخلطة والطبقات المختلفة. بس هنتكلم بقى على كل مكون من مكونات
الخلطة الأسفلتية وبنتعامل معاه ازاي ونعمله ماتيريال كاركترايزيشن في المعمل ازاي. ماشي، فهنبدا بالاجريجيت. كلنا عارفين الاجريجيت هو الركام، والديفينيشن بتاعه ببساطه يعني عندنا كتله من الكراش ستون او الجرافل او الساند او وات ايفر نوع الاجريجيت اللي عندنا. الاجريجيت هو عباره عن انديفيدوال بارتكلز، كل حبيبه المفروض لوحدها. ماشي، مجموعهم مع بعض بيديني الاجريجيت اللي عندي اللي بيبقى ليه تدرج معين وبنعينه في المعمل، وانتوا عارفين طبعا تعينوا التدرج في المعمل ازاي. الاجريجيتس احنا بنجيبها من الطبيعه، حتى لو كنا بنعمل لها تصنيع زي ان احنا نكسر الاحجار لمقاسات معينه، لكن في النهايه هي مش حاجه احنا اخترعناها في المصانع، هي منتج طبيعي. ماشي، ممكن يكون طبعا ناتشرال خالص زي الزلط اللي بنستخدمه في الخرسانه. ماشي، وممكن يكون مانيفاكتشرد زي اللايم ستون اللي بنستخدمه في الاسفلت. حد عارف الفرق بين الاثنين؟ تاني كده يا دكتور، ممكن يكون ايه او ايه؟ ممكن يكون ناتشرال زي اللي بنستخدمه في الخرسانه، زلط، عارفين الزلط بنستخدمه أيوة في الخرسانه. وممكن يكون مانيفاكتشرد زي اللي بنستخدمه في الاسفلت. انتوا عارفين احنا بنستخدم ايه في الاسفلت؟ لا ما نعرفش بصراحه. الحجر اللي لونه ابيض اللي انتوا بتشوفوه الحجر الجيز. ايوه ايوه، عارفين الاساس، عارفين الاساس يا شباب اللي هو ايه، اما بيجوا يعملوا طريق مش بتلاقوهم بيحطوا طبقه لونها ابيض مصفر كده وبيحطوها ويصبوها؟ ايوه، عارفين الطبقه دي اللي بقى مخلوط عليها رمل دي او لا، حاجه ناعمه عليها رمل. لا هي مش بيبقى مخلوط عليها رمل الاول. ماشي، هي مش بيبقى مخلوط عليها رمل. اوكي، هي بيبقى الطبقه الاساس ما بتبقاش مخلوط عليها رمل ولا حاجه، لكن هي بتبقى هي لايم ستون. اوكي، واللايم ستون ده متكسر لمقاس معين اللي موجود في الاساس اسمه سن 6. ماشي، سن 6 يعني ايه؟ يعني الحبيبات لما نيجي ناخدها كده ونقيس الابعاد المختلفه بتاعتها، فقطر الحبيبات دي مفروض ما يزيدش عن 6 سنتي. تمام، الابعاد بتاعتها يعني مفروض اقصى بعد فيها ما يزيدش عن 6 سنتي، ده في الاساس. تمام، مش مخلوط برمل ولا حاجه، بس هو عشان بيتجاب الحجر الجيري ده ماده مش صلده جدا زي الزلط. الزلط مثلا ماده صلده قوي. اوكي، لو خدت كل حبيبه لوحدها هتلاقي ان هي جهد الكسر اللي مطلوب ليها عالي جدا مقارنه بالحجر الجيري. الحجر الجيري اقل شويه، وهو بيبقى موجود في الجبال وبيجيبوه يكسروه في كسرات، فبيبقى من ضمن المكونات بتاعته بعض اجزاء، ومش كل اجزائه بتتفتت تدينا الحاجه الناعمه اللي انت بيتهيألك ان هي رمل. ماشي، هو الرمل لو اتحط بيبقى رمل. الاول خلينا بنتكلم احنا على طبقه الاساس الاول. الرمل لو اتحط بيبقى رمل طبيعي يتحط في طبقه السب بيز اللي هي الاساس المساعد. نفس الحجر الجيري ده اللي هو سن 6 بيستخدم في الخلطه الاسفلتيه، بس ما بقاش سن 6، بيتكسر ده وده بيتكسروا في المحاجر او الكسرات، بيكسروا للمقاسات اللي انت عايزها. المقاس اللي بيستخدم في الخلطه الاسفلتيه مش مقاس سن 6 خالص، المقاس اللي بيستخدم في الخلطه الاسفلتيه هو مقاس سن 1 وسن 2. ماشي، وبرده يعني ايه سن 1 وسن 2؟ يعني لما اجي اشوف الحبيبات بتاعته الاقي الحبيبه اكبر قطر ليها هو 1 سنتي في حاله سن 1 و2 سنتي في حاله سن 2. طيب اما باجي اعمل الخلطه بتاعتي بخلط نسب من سن 1 وسن 2 مع بعض واحط عليهم اسفلت بس؟ لا، انا بخلط نسب من سن 1 وسن 2 على حسب التدرج بتاعي، وبقى في حاله الاسفلت بحط عليهم رمل بنسبه معينه. ماشي، وبنحط حاجه تانية اسمها بودره، مينرال فيلر. اللي هو ايه بقى المينرال فيلر او البودره دي؟ هي برضو من ناتجه من الحجر الجيري، بس ال 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 الركام اللي حجمه صغير جدا جدا جدا، لدرجه ان انا لما بنخله على منخل رقم 200 يعدي منه 75%. حد يعرف المناخل؟ كلموكوا على المناخل في السويل صح؟ عارفين مقاسات المناخل؟ ايوه دكتور. طيب يعني ايه منخل رقم 200؟ حد فاكر؟
200 فتحه في البوست يعني كل برافو عليك برافو عليك برافو عليك. بصوا هرجع تاني هنا مقاسات المناخ الايه المناخ اللي بتهمنا قوي في الـ في الـ في الطرق ليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على تصميم الخلطه وتصميم الخلطه بيبقى عباره عن انا عندي الركام بيتكسر في الكسرات باحجام معينه وبيجيلي في صوره بايل يعني كومه كده كبير ماشي. الكومه دي بناخد كل نوع من انواع الركام ونعمل له كاركترايزيشن. اول حاجه سيف اناليسيس اللي احنا عارفينها كويس وعارفين بتتعمل ازاي واجيب التدرج بتاعه فيبقى عندي ركام رقم واحد لو سن واحد مثلا ليه تدرج معين وركام رقم اتنين ليه تدرج معين والرمل ليه تدرج معين. البودره بقى ليها تدرج معين اللي هو بيمر من منخل رقم 200 منخل رقم 200 يا شباب اللي هو تحت ده دي ارقام المناخل الاول. المناخل في جزء منها خاص بالركام الخشن سي اي يعني كورس اجريجيت الركام الخشن فاين اي اف اي اللي هي فاين اجريجيت يعني الركام الناعم ام اف يعني مينرال فيلر اللي هو بيملى فراغات معينه في الخلطه نفسها تمام. الخط الاحمر ده بيفصل ما بين المناخل اللي بتحدد الكورس اجريجيت والمناخل اللي بتحدد الفاين اجريجيت والخط الاحمر الثاني بيفصل ما بين الفاين اجريجيت وما بين المينرال فيلر. الكورس اجريجيت عاده عندنا هنا في الطرق بيبقى السن واحد وسن اتنين والفاين اجريجيت بيبقى الرمل ماشي والمينرال فيلر اللي هو البودره بيبقى اللي بيمر من منخل رقم 200. المناخل بقى بنسميها ازاي؟ المناخل بنسميها طبعا المقاسات بتاعه المنخل هنا بالملي هنا بالانش هنا اسم المنخل اللي في النص ده اسم المنخل والمناخل بنسميها بقطر الفتحه طول ما هي قطر الفتحه ده يعرف نعرف ننطقه. يعني ايه نعرف ننطقه؟ يعني مثلا الاولاني ده 3 انش قطر الفتحه 3 انش لما تيجي تقيس الفتحه ما بين السلك والسلك جوه المنخل تلاقيها 3 بوصه. ده منخل كبير خالص على فكره ماشي كبير خالص مش في المقاس بتاع المنخل نفسه. مقاسات المنخل بتبقى ستاندرد كلها قد بعضها اللي هي لانها بتتحط فوق بعضها وتتحط على هزاز ماشي. احنا بنتكلم على الفتحه اللي جوه خلاص. المنخل اللي بعديه 1.5 انش المنخل اللي بعديه 3/4 انش نص انش ربع انش لما 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 المنخل يقل عن كده يعني يبقى 8 انش 1 على 16 انش 1 على 32 انش هل دي حاجه سهل ان انا انطقها؟ لا بتبقى تقيله كده في الكلام بالظبط برافو بقت تقيله. فبقت تقيله هنعمل ايه؟ من بعد الربع انش هنقول ان انا هنطق المنخل او هسميه بعدد الفتحات في البوصه الطوليه. يعني عندي طول بوصه اللي هو 2.5 سنتي اقيس فيها كام فتحه. فمثلا منخل رقم 4 بيطلع 4 فتحات في البوصه الطوليه ماشي. طب نبص هنا كده البوصه كام؟ حد عارف؟ البوصه 25 مللي ماشي وفي 4 فتحات. طب الفتحه هنا قطرها 4.8 ليه؟ يعني 5 مس 5 في 4 ب 20. طب الباقيين راحوا فين؟ السلوك مش فيه سلوك في سلك كده للمنخل. طيب المنخل رقم 8 8 فتحات منخل رقم 16 رقم 30 رقم 50 رقم 100 يهمنا احنا كمان في الطرق منخل رقم 200 اعتقد بتوع السويل مش بهمهم قوي لان منخل رقم 200 ده اللي بيحدد لنا البودره 200 فتحه في البوصه الطوليه. تخيل انت 200 فتحه في البوصه الطوليه اللي هي طولها 2.5 سنتي. طبعا المناخل اللي تحت دي بتبقى مناخل حرير لانه مش هتلاقي اي حاجه وايرز تديك الفتحات الصغيره دي قوي فما تعرفش تجيبها بالوايرز بتاعه الحديد خلاص. فالمنخل رقم 200 ده بيبقى منخل حرير والمناخل دي بنحدد بيها الفروق ما بين انواع التربه المختلفه او التدرجات المختلفه. طب هو التدرج مهم قوي بالنسبه لنا ليه؟ يعني بتوع السويل مثلا بيعمل التدرج للتربه عشان يعرف التربه دي كثيفه ولا التربه دي خفيفه ولا ايه بالظبط عشان يعرف السترينث بتاعتها.
احنا بقى كبتوع طرق التدرج مهم جدا بالنسبه لنا. ليه؟ لانه مواصفه من ضمن مواصفات التصميم. انا كمان لما باجي اما نيجي ان شاء الله المره الجايه ناخد تصميم الخلطه، هيبقى من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نحققها في الخلطه اللي ليها اوبتيمم اسفلت كونتنت ان احنا نوصل لاعلى كثافه ممكن عشان الخلطه تقدر تتحمل. يعني احنا لسه حالا من شويه اهو بنقول كل ما الكثافه زادت كل ما الريزيليان مودولس ايه كل ما زاد. تمام. فانا عايز احقق الكثافه، فبحققها عن طريق شويه حاجات منها التدرج. يعني احنا لما نيجي نعمل تصميم وانت تختار خلطه تصميميه، وانت بتختار الخلطه التصميميه من ضمن مواصفاتها المهمه جدا التدرج. ماشي. ده انا حتى كمان لما اجي اعمل ضبط جوده بعد كده اما اجي اعمل ضبط جوده بعد كده واخد عينات عشان اختبرها، طبعا احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها ضبط جوده وتوكيد الجوده. يعني ضبط الجوده ده ان انا ايه هبتدي وانا في المشروع بتاعي من البدايه احدد مواصفات كل حاجه، اقول انا عايز الاجريجيت بتاعي تكون مواصفاته كذا وكذا وكذا، عايز الخلطه بتاعتي تكون مواصفاتها كذا وكذا وكذا، والكلام ده لما نعتمده ونمضي عليه ونقول ان الخلطه بتاعتنا مواصفاتها كذا، لازم نتاكد بعد كده ان المواصفات دي متحققه. ده اسمه تاكيد الجوده او توكيد الجوده. فهوكد الجوده ازاي في الموقع؟ ان انا هاخد عينات. من ضمن الحاجات اللي انا بعمل لها اختبار في الخلطه هو التدرج. ازاي؟ انا بسي ان انا عندي مواصفه للخلطه بتدرج معين ونسبه اسفلت كونتنت معين، بناخد بلاطه من الموقع نقطعها من الاسفلت، والبلاطه دي ناخدها المعمل نعمل عليها تجربه اسمها تجربه الاستخلاص. تجربه الاستخلاص دي بتفصل لي الاجرج الثاني لوحده، ماشي، وتفصل لي الايه البوتومين لوحده. البوتومين اللي بنفصله لوحده ده بنطلع بيه نسبه البوتومين ونتاكد ان نسبه البوتومين مظبوطه، والاجرج اللي فصلناه لوحده ده بنجففه في الفرن ونرجع نعمل له تدرج تاني عشان نشوف فيه فروق في التدرج بينه وبين التدرج اللي موجود في الخلطه اللي احنا اعتمدناها ولا لا. والكود بتاعنا الكود المصري الحقيقه بيحدد ان لو فيه فروق في التدرجات بيبقى فيه خصومات بتتحط على المقاوم. نديني جدول التدرج كده ونشوف انهي فتحات للمناخل فيها فروق، وكل فتحه للمناخل في المواصفات في الكود بتاعنا بيحدد لك نسبه الخصم بتكون قد ايه. ولو نسبة الخصم دي زادت، يعني بقى كل الفتحات مثلا فيها أخطاء، ساعتها ممكن ترفض الخلطة خالص وترفض المشروع وتبتدي تشوف طريقة تانية تصلح بيها القصة دي. فالتدرج مهم جدا، من ضمن الحاجات المهمة جدا عندنا في تصميم الخلطة. ماشي. طيب نرجع تاني لأول حاجة كنا بنقولها على سوري لأول حاجة كنا بنقول. أيوة أنا معك أهو. هو الضبط الجودة وتوكيد وضبط الجودة وتوكيد الجودة دوت، ده بيتم فعلا في كل الطرق عندنا هنا في مصر؟ اه بيتم. طب ليه يعني حالة الطرق والكلام من ده ما يعني تعبان خالص في مصر؟ يعني كان حتى كان في فيديو نزل قبل كده ان واحد بيشيل الاسفلت كده بيشيله من فوق طبقة الاساس بتاعته وبيقول لحد مسؤول او كده بسكوت وعمال يشيله كده. يعني لو كانت عملت ضبط جوده وتوكيد الجوده دوت يعني ازاي ده تسلم كده؟ يعني بصوا يا شباب، كل حد بيبقى مسؤول عن المشروع اللي هو شغال فيه. الطرق حاجه من الحاجات اللي الكود بتاعنا محدد حاجات كتير جدا فيها. ده لا يمنع ان الناس بتغلط، وده لا يمنع ان الناس بتعمل حاجات مش صح. هي الفكره ان انت تاخد اجراء قوي وصح بقى في الحاله دي. فاهم اقصد ايه؟ حالا وانا بتكلم معاك قلت لك ان ايه ان الخلطه مكونه من ركام خشن وركام ناعم وبودره واسفلت. لما ناخد تصميم الخلطه المره الجايه هتعرف ان احنا لازم نظبط النسب بتاعه القصه دي مع بعضها. تمام. لو النسب دي ما اتظبطتش فالخلطه ما بتطلعش مظبوطه، ولو الخلطه ما طلعتش مظبوطه فبيبقى فيها مشاكل. يعني على سبيل المثال الكلمه اللي انت بتقولها حالا، الاسفلت عامل زي ايه؟ زي البسكوت. ماشي. البسكوت ده اللي هو يعني بيفرول، يقصد بيفرول يعني بيتفرفت في ايده، صح؟ مش هو ده اللي يقصده الراجل اللي في الفيديو اللي انت شفته؟ ايوه. وبيشيله كده بيشيله بايده كده بيكسره بايده من على الطريق.
انا بقى كمهندس اقدر ازاي امنع الحكايه دي؟ ان انا اعرف الاسباب اللي بتسببها ايه. ايه الاسباب اللي ممكن تسبب حاجه زي دي؟ حاجتين. اول حاجه ان يكون عندنا مويشر، يكون عندنا في مويشر دامج، في ميه سببت الدامج ده، ففي مشكله في التربه من الاساس ما اتحلتش. معلش ثانيه واحده ارد على التليفون ده معاك. الو الو ايوه الحمد لله. بصي انا في محاضره، ممكن اكلمك بعد المحاضره؟ ماشي حبيبتي، باي باي. فقصه انه عامل زي البسكوت وبيتفرول دون، ممكن يكون ليها سبب من احد سببين. يا اما حاصل مويشر دامج، يعني كان في ميه في التربه وما تعالجتش قبل ما يحطوا الطبقات مختلفه بتاعه الرصف عليها، او ان الخلطه نفسها مش معموله كويس ونسبه البودره فيها عاليه. مش احنا حالا كنا بنقول واحنا بنتكلم على التدرج ان التدرج ده حاجه مهمه جدا، لو نسبه البودره عاليه هتخلي الاسفلت زي ما انت بتقول كده بيتفرفت. ماشي. عشان كده انت دورك كمهندس ودور كل مهندس واقف في شغله ان هو ياكد على الموضوع ده. في ناس بتغش، في ناس بتغش، ده طبيعي. في ناس ما بتعملش الكلام ده، في ناس ما بتعملش الكلام ده. انت دورك ايه؟ انت دورك ان انت تعمل كده لما تبقى مهندس. انا في مشاريع وانا بسلمها، انا ما عدتش قوي باخد مشاريع يعني دلوقتي، بس في مشاريع وانا بسلمها انضغط علي، ماشي، ما بقيتش بشتغل. ماشي. فانت حر. انضغط عليك ازاي يا دكتور؟ مش مهم التفاصيل بقى، ما تخشش معايا في تفاصيل. ماشي. ضغط. بصوا يا جماعه، احنا بكره برضه هنبقى يعني هنشتغل نفس الشغل دوت، فبرضه يعني عايزين نعرف ناخد خبره من حضرتك. انا هقول لك انا باختصار، مشاريع الطرق مشاريع حيويه جدا. يعني لما تيجي في مكان معين ويبقى فيه مشروع طرق، مشكله المقاولين ان هم عارفين الكريتيكاليتي بتاعه مشروع الطرق. الموضوع حيوي جدا، وانت عندك طريق بتشتغل فيه. معظم الطرق زي ما قلنا بيتعمل لها صيانة أكتر من الإنشاء الجديد. الإنشاء الجديد ده سهل جدا لسبب بسيط. الإنشاء الجديد ده أنت معاك طريق لسه بتعمله، مفيش ترافيك بيمشي عليه، صح ولا لا؟ فأنت تقدر تتحكم وتوقف المقاول لحد ما خلص لك الدنيا. ماشي. يخلص لك الدنيا يعني إيه؟ يعني يظبط لك المواصفات تماما. تمام. المشكلة الأكبر بقى في 90% من الحالات اللي احنا بنعمل فيها صيانة. انت بتعمل صيانة يعني ايه؟ يعني انت قفلت طريق وقفلته لمدة زمنية معينة، فانت بتقعد تقول المقاول لا رجع الاسفلت ده، الاسفلت ده مش مظبوط، لا شيل مش عارف ايه، لا هتعيد الكلام ده تاني. كل الكلام ده بيبقى طريق ومتعطل لفترة زمنية معينة، وانت عايز تفتحه للمرور، او لو انت بتعمل صيانه مثلا اثناء الليل والطريق الناس بتمشي عليه، عايز خلاص بقى تشيل معدتك وتمشي، لان وجودك بمعدتك في المكان مقلل الساعه المروريه بتاعه الطريق وعامل خنقه. وفي الاخر الكلام ده بيأثر على الراي العام اللي هو بدوره بيضغط على الاداره السياسيه، وبعد بقى القرارات السياديه اللي هي من الناس اللي في موقع التحكم بتضغط عليهم من الناس وبيضغط عليهم من المقاولين. فالمقاول حلته يعمل ايه؟ يأخر لك الحاجة لحد اخر لحظة. تقوم انت تبقى في وقت يعني زي ما قلت لكم كده، يعني وقت مضغوط. ماشي. فهي الفكرة ان انا يا دكتور. ما هو بيتخصم يا حبيبي، مين قالك انه ما بيتخصمش؟ بس هي الفكرة ان ايه؟ الفكرة ان ايه؟ عندي مشكلة في طريق، في طريق انا ما كنتش شخصيا بشتغل فيه، بس رحت عملت ايفالويشن عليه، اللي هو طريق بشكل ودي يعني، طريق المنصورة جمصة اللي هو الرافد اللي طلع على الطريق الساحلي. الطريق ده اتعمل وكان فيه جزء منه معمول كويس قوي، وكان فيه جزء منه الخلطة الأسفلتية فيه سيئة جدا، جزء الأولين. ماشي. والطريق ده اتعمل والطرق بتتسلم ابتدائي وبعدين بتتسلم نهائي. تمام. الطريق كان ما تسلمش نهائي لسه، واتفتح للمرور وهو لسه معمول جديد، والخلطة فيها مشاكل، فبدأ يحصل راتنج، فبدأ يحصل عيوب، وراتنج ما كانش قليل، راتنج كتير لدرجة انه حصل معاه كمان شوفينج. ماشي. والمقاول ما سلمش، فخلوه يصلح، خلوه يصلح على حسابه وخليه يعيد تاني. بس هي الفكرة برضو ان الطريق فضل لفترة طويلة جدا annoying بالنسبة للناس. المقاول تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية معاه. مش معنى ان انت بتروح في مكان والمكان ده يكون فيه عيوب في الكونستراكشن اثناء التنفيذ، ان ده معناه ان في مهندس او جهه قياديه او سياديه تساهلت مع المقاول. لا،
ده ممكن يكون مقاول يعني خد على دماغه وشال مسؤوليته وشال ليلته كامل. لكن انت كيوزر انت ما شفتش ده، انت شفت حاجه واحده بس، عارف شفت ايه؟ ان الطريق وحش وانا مش عارف امشي عليه. فمش بالضروره الامور تكون زي ما انت فاهم كلها فيها فساد، ماشي؟ في بالعكس، هنا في مصر الناس بيحاولوا يحكموا القصه دي جدا في مع المقاولين. بس زي ما قلت لكم المقاولين بيبقوا عارفين الكريتيكاليتي بتاعت ان انت في الطريق وعايز تفتحه للمرور وما تقدرش تعطل الناس اكتر من كده، وسيم من الناس جاي وهيشوف الطريق فلازم الطريق يجهز في فتره زمنيه محدده، فهم بيعملوا كده. طبعا في حاجات تانية بتبقى ناتجه من مشاكل ليها علاقه بالتربه، مشاكل الطرق ليها علاقه كبيره جدا بالتربه على فكره. وعشان كده في زي تعاون مستمر ما بين الناس مهندسين التربه وما بين الناس مهندسين الطرق، لانه انت عشان تعمل طريق وما يظهرش فيه مشاكل لازم تحل مشاكل التربه اللي تحته قبل ما تحط الطريق فيها، فلازم تدرس التربه دي كويس. من الحاجات المهمه جدا اللي بتتعمل في الطرق اللي لسه هتتعمل انه بتاخد جسات كل اطوال معينه من الطريق، لان حتى على طول الطريق عشان قدام اللي احنا عمالين نتكلم والاذان عمال يدن، خلوني دقيقه واحده كده وبعدين نكمل. تمام يا دكتور، احنا ناخد بريك كده، خدوا بريك وصلوا 10 دقايق وبعدين نرجع نتكلم. يا دكتور 10 دقايق كده ولا ايه؟ ولا ما بنلحق نصلي يا دكتور، ولا بنلحق حتى نعمل كوبايه قهوه حتى. انت لسه عايز قهوه وانت بدري كده؟ امال انا بالليل هتعمل ايه؟ روح يلا، بس ايه خد ربع ساعه بس ما تغيبوش. طب بالله عليك يا دكتور خليها تلت ساعه حتى. هي هتروح لي تلت ساعه ما تقلقش. هي يا عم روح بس اتوضى كده الله يكرمك. هي هتروح لوحدها. اسمع الاذان اللي احنا عمالين نتكلم وهو بيدن ده. يلا ماشي يا دكتور، 12 و3 ان شاء الله. ان شاء الله.